يعطيك العافية خيو. وش بدي أقول؟ قديش بالله هاي الصفرة اللي فوق قديش حقها؟ إيش يا أخي؟ بقول جرة الغاز الصفرة اللي فوق قديش حقها؟ يا أخي مبين قدامك مكتوب 14 دينار. لوين خيو 14؟ إيش يا أخي بدي أفهمك شغلي، هون إحنا كل وحدة إلها تخصص. شايف هذه؟ هاي للبامية، هاي الصفرة للبامية، هاي بجنبها للمخية، هاي ب 17، للمخية هاي. هاي للصواني كفته ما كفته هيك، هاي للمعجنات، هاي المعجنات هاي بعطيك اياها 10.5. هاي فقير. طب بدي اقول يعني كلهن فوق العشره؟ ما في شيء اقل. لا والله يا اخي ما في. طيب خيو ولا عليك امر، حط لي دينار جلد غاز.